صباح الخير لكل مشاهدينا مشاهدي نايل لايف شبكه ان ان اهلا وسهلا بكم حلقه جديده من نهارك سعيد احنا النهارده معانا فقرات كتيرة جدا يعني مش بننفصل عن الواقع دايما دايما بنتابع معاكم لحظه بلحظه طبعا من اهم اهم حاجه حصلت في في, في اخر من من امبارح تقريبا ان المستشار طلعت عبد الله قدم طلب للمستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الاعلى للعضو مره اخرى عن استقالاته المفروض كان مجلس القضاء الاعلى هيناقشها يوم الاحد بس خلاص كده اعتقد ان مفيش استقاله صباح الخير يا شريف صباح الخير يا صباح الخير لكل كل مشاهدينا في ولا مفيش واه ولا لا هي دي حياتنا اللي مين دول ناس كتير جدا بيقولوا ان هم لو قعدوا ساعه في الموبايل او ساعه مش بيبصوا على الاخبار اكيد هيكون في جديد آه دي حاجة مشوقة ومثيرة ولكنها في نفس الوقت مكسرة للأعصاب لأن في الأول وفي الآخر كلها قرارات كبيرة ومصرية لأن يعني شئنا أم أبينا بعد الثورة وبعد الأحداث اللي بتمر بمصر بقى كل الناس معنيين بشكل كبير جدا بمستقبلهم وده أكيد بينعكس على السياسة لأن السياسة والتغير السياسي والمرحلة الانتقالية هي دي الشغل الشاغل لكل مواطن مصري. ففي ولا مفيش وقا ولا لا دي بقت كتيره قوي وزياده عن اللزوم ويعني مش عارفين بقى بس هنتابع اهو هنعمل ايه كلنا مع بعض هنبدا فقراتنا هنبدا اول حاجه الصحافه هنكون هنعرف على خبر النائب العام واخبار تانيه كثيرة جدا وهيكون معانا الصحفي الاستاذ طارق صلاح وهيكلمنا عن اهم عناوين الصحف يوم الجمعه آه عندنا الفقره الثانيه هتبقى مع شريف هتبقى مع الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الاسلاميه لتوحيد الصف والراي هتبقى عن انشاء آه اول نقابه مستقله للباع الجائلين بنتكلم كتير جدا في نهارك سعيد على السياحه لان السياحه اعتقد ان هي برضو من ضمن الملفات المهمه جدا اللي فيها وبنواجه فيها مشكله حقيقيه وعشان كده في شغل على السياحه الداخليه وعشان كده هيكون معانا ان شاء الله فقره خاصه عن هذا الموضوع ولكن هنتكلم عنها بالتفاصيل من خلال البرنامج عندنا الفقره برضو اللي بعدها هتبقى مع مع داليا زياده مدير تنفيذي لمركز ابن خلدون والموضوع النهارده هيبقى مراقبه الاستفتاء طبعا بكره عارفين ان هتبقى المرحله الثانيه للاستفتاء هنشوف ايه اللي هيحصل بكره وايه التنظيمات الخاصه بمراقبه الاستفتاء واخيرا الرياضه دايما بيكون عندنا من خلال نهارك سعيد فقره عن الرياضه والدوري اللي رجع وراجع بس في ناس ما عندهاش خبر وفي ناس ما عندهاش علم وفي ناس مش عارفين هيعملوا ايه وفي ناس مستغربه وفي ناس لسه مش موافقه وفي ناس لسه مش مسامحه فيعني هنعرف بالظبط الدوري موقفه ايه ايه التفاصيل ده غير كمان اخبار مهمه جدا منها خبر ابو تريكا طبعا وخبر حصول ابو تريكا على افضل لاعب محلي في او على مستوى افريقيا صح مظبوط على مستوى افريقيا عشان كده هنكون معانا فقره خاصه جدا على هذا الموضوع هنتكلم عنها بالتفاصيل عن اهم الاخبار الرياضيه وعلى زي ما قلنا الدوري طيب دلوقتي هنشوف يعني الايروبكس ونرجع باول فقره فقره الصحافه استنونا بعد الفاصل